محدش مننا يقدر يسيب التاني. مش فاكرني؟ انا مجد عز العرب الصحفي اللي حققت معاه واتهمتني باثاره الراي العام والعمل على قلب نظام الحكم. لا مش فاكر طبعا. معذور. هتفتكر مين ولا مين؟ حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ ابدا، مجرد بلاش. بس مش فاضي. هو حضرتك بتشتغل حاجه بعد ما طلعت على المعاش؟ حاجه غريبه قوي. جاسون واحد قهوه مظبوط لو سمحت. انت عارف التهمه اللي لزقتها لي كان ممكن ترميني في السجن شهور وسنين، لولا ان بعض المسؤولين في الدولة اللي يعرفوني كويس وقفوا جنبي لغاية ما انتهى الموضوع. انتهى الموضوع جوايا سؤال محيرني. انت كنت بتعمل كده ليه؟ بتدور على شهرة او مجد او ترقية ولا علاوة؟ وايه اللذة الغريبة اللي انت بتلاقيها لما تلفق لواحد تهمة؟ لذة ايه يا راجل انت؟ انا شغلي نحمي البلد. ومين اللي اقنعك بان التصرفات دي هي اللي بتحمي البلد؟ ومين اللي فهمك اصلا انك اكتر وطنية مني او من اللي قبضت عليهم؟ لا وقف عندك، انا ما اسمحلكش باللهجه دي. طبعا مش متعود على المناقشه، ما تحبش تسمع الا صوتك بس. هو ده اسلوب المتطرفين. شايف؟ اديك منحتني تهمه جديده. طبعا تشكيله التهم متوفره عندك، ولو كنت دلوقتي على مكتبك قاعد على كرسيك وسط الهيلمان والسلطه كانت الاقوال اترصت والتقارير اتكتبت والف حصره على اللي وقع تحت ايدك. انا خدمت البلد، ولولايا كانت الفوضى خربت كل حاجه. احنا يا حضرة الصحفي في حالة حرب، ومسؤوليتنا حراسة البلد من الأعداء. الحرب الحقيقية احنا عارفين جذورها وأطرافها، إنما الحرب اللي أنت بتتكلم عليها مش موجودة إلا في تفكيرك وتفكير اللي زيك. أنتوا اخترعتوها عشان توقعوا الناس في بعض، تلخبطوا الحاكم، وتشغلوا الناس بأعداء وهميين. الحمد لله إنك طلعت على المعاش يا أخي. تأكيد أنت عميل أجنبي. خلي البيه يشربها عشان يفوق. حمل